التقى يوم أمس رئيس الجمهورية إدريس دبي تنو بمقر إقامته بمدينة أم جرس حاضر إقليم إندي الشرق. التقى برجال الأعمال والمستثمرين والمدراء العامون للمصارف وأرباب العمل التاجين، وناقش اللقاء الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد، وكذا البحث عن سبل كفيلة للخروج من تداعيات الأزمة. الحبيب حامد محمد. الحاجة إلى اقتصاد بديل في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية والتي يشهدها العالم أجمع، لا سيما بلادنا الحبيبة تشاد، بسبب تدني أسعار البترول في الأسواق العالمية، هو بيت القصيد من المقابلة التي جمعت فخامة الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في مدينة أم جرس حاضرة إقليم إندي الشرقية مع رجال المال والأعمال وأرباب العمل ومدراء مختلف الشركات العامة والخاصة والوطنية والأجنبية. وفي اللقاء عدد من المحاور تم التطرق إليها، وأبرز دور رجال المال والأعمال والشركات الوطنية في دعم اقتصاد وطني حر وبديل يساهم في حل الأزمة الحالية، ومن ثم تحليل رؤوس الأموال المركونة في الرفوف من خلال المصارف الوطنية حتى تجد العمالة التشادية مساحة تسهم في التنمية الاقتصادية البديلة. فخام الرئيس الجمهوري إدريس ديبي إتنو باعتباره الرائي والدامي لسيادة البلاد، شرح لرجال المال والأعمال وأصحاب الشركات الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الأزمة، بدءا بمشاكل دارفور والأزمة الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى، وأهمها مشكلة الإرهاب وجماعات بوكو حرام التي سببت في العرقلة التجارية بين البلاد والدول المجاور لها والتي تقع غرب البحيرة. كما حث فخامته رجال المال والأعمال على العمل في استغلال الموارد الحقيقية للبلاد المتمثلة في الزراعة والثروة الحيوانية، وأكد فخامته لرجال المال والأعمال وأصحاب الشركات الوطنية بأن الحكومة ستعمل على تسهيل الأمور لهم، وذلك من خلال لجنة تجمع رجال المال والحكومة بهدف إنشاء صندوق وطني للاستثمار. رئيس الغرفة التجارية السيد أمير الدودو أرتين رحب بالفكرة وقال إن التجار التشاديين قادرين على رفع التحدي. مرحبتنا ده يعني ملمة خير. السيد الرئيس رئيس الجمهورية واجهنا ووصف لنا إذا كان أننا تشادة عندنا مستقبل كبير، ولا مستقبل ده خلي ما نقوف اللي في الكريسماس واللي ما نقوف في المشاكل اللي نواجهنا. المشاكل دول ده لازم نلايموهم ونصوهم فرصة أن نطوروا فوق البلد، وأننا جد صحيح ما عندنا فتوح، أننا قاعدين في أوست أفريقيا ومقعدنا في أوست أفريقيا ده يعني بقى لنا أننا ذات المستقبل لنطوروا الأشياء على السكتر بريفين. وباليوم حاجة اللي سويناها هنا في أم جرس ده يبقى لنا يعني فكرة جديدة للتطور عن البلد في سنيننا الجاية. كما عبر التجار عن رغبتهم بمساعدة الحكومة في رفع كل التحديات التي تواجهها من خلال توعية كل التجار بضرورة هذا اللقاء. والله هذا شكر الله عز وجل، ونشكر رئيس الجمهورية. اليوم لمين مبسوط لمين تاريخ رجال مشاء قائدنا الذي وسيع هو أننا قائدنا مشاء الله لتبقى بإذن الله لحظة بإذن شوط داخل الحجة دا في تاريخ رجال شغل مهم مرة واحدة، هو أن أنا وسيع تربية أنا دولة تربية أنا تشار وأننا كل كان التفق وشار من وجود دار أننا شداش وضع مقصودين مرة واحدة. لقاء مدينة أم جرس سيكون مرحلة إيجابية أخرى في سلسلة البدائل الاقتصادية التي يسعى إليها فخامة الرئيس الجمهوري إدريس ديبي إتنو من أجل تشاد أفضل، وسيكون بمثابة قفزة جديدة نحو حل نهائي للأزمة الاقتصادية في البلاد.